الأخوة الأفاضل، ندوتنا الليلة يلقيها على مسامعنا الأخ فاضل حبيب تحت عنوان تجديد الخطاب الديني ومخاض الانفتاح. نعرفكم طبعا بالأخ فاضل. فاضل حبيب من مواليد 1975، حاصل على الماجستير في تقويم كتب التربية الإسلامية في ضوء مفاهيم حقوق الإنسان. حالياً يحضر للدكتوراه في تطوير مناهج التربية الإسلامية في ضوء معايير وتجديد الخطاب الديني. باحث وكاتب في عدد من الصحف المحلية والخليجية، صدر له من المؤلفات تربية حقوق الإنسان، الطريق نحو مجتمع المعرفة، دليل النساء المتعرضات للعنف الأسري، وهناك إصداران تحت الطابع: واحد، الدليل الوطني لذوي الإعاقة، 2، مهارات حل المشكلات البيئية ضد هذا الإصدار بالتعاون مع الدكتور شبر الوداعي والدكتورة منى فخر. طبعا هذا الموضوع جدا خطير، له الخطاب الديني يحتل دور كبير في العالم العربي، وطبعا وضعت مقدمة بسيطة لهذا الموضوع. فعن الخطاب الديني في عالمنا العربي، هو خطاب مهيمن على أغلب حياة الناس البسطاء وعلى البيئة الثقافية والاجتماعية بشكل عام، وهذا الخطاب يتصف بالحدة والشدة وفرض رؤاه والتحشيد والإصرار على التمسك بالماضي. ويعمل هذا الخطاب على ترسيخ إرث الفكر الدين الإسلامي الماضي كثقافة يجب أن تسود. يعني رجال الدين يؤمنون بهذا، بأنها هذا الفكر يجب أن يسود، مما نتج عنه سجن الإنسان في الوطن العربي وتقليص حريته وجعله مكبلاً بأغلال أحكام وفتاوى شرعية هي في الأصل مختلف عليها، حتى بين مختلف المدارس الفقهية التي سادت في أيام حكم الدولة الإسلامية. ويعمل هذا أصحاب هذا الخطاب على فرض منهج استقراء خاص يستند إلى الأحداث الإسلامية التاريخية التي عقى عليها الزمن، ولا تصلح لمتطلبات التطور العلمي والتكنولوجي الذي أدخلنا في زمن الثورة الصناعية الثالثة وقوانينها ومتطلباتها. إلا أن الخطاب الديني المتشدد تمكن من إغواء وتغريب الجماهير عن الحياة المدنية المعاصرة وربطهم بالماضي، وذلك بإبعادهم عن إمعان العقل والتفكير العلمي والاطلاع على فكر التنوير والحداثة. ويمارس هذا الخطاب الديني المتزمت أساليب قمعية ضد دعاة التنوير المعارضين لهم، وذلك عبر حملات التشهير والتشويه وكل الاتهامات، تارة بالكفر وتارة بالإلحاد وبالتخوين، من أجل عزلهم نهائياً عن المشهد الاجتماعي والسياسي والثقافي. ولا غرابة في أن ترى الكثير من رجال الدين يوظفون خطابهم الديني في غسل أدمغة الشباب وتجنيدهم في أنشطة خرافية أو عنيفة. هذا الإرث الفكري الديني الرجعي بجميع تلاوينه المرتبط بالماضي يعادي الحريات العامة والحريات الشخصية وحرية المرأة وقانون الأحوال الشخصية، ويرفض إقامة الدولة المدنية الحديثة. هذا الخطاب الديني المحافظ يعادي ويعارض كل أشكال التوجهات العلمانية ومبدأ ديمقراطية الدولة وحقوق الإنسان، بل يشتغل هذا الخطاب على عواطف ومشاعر الدهماء وإقناع الجماهير بإقامة دولة الخلافة الإسلامية السابقة. وشكرا. ندعو الأخ طبعا يتفضل في مداخل في هنا كلمته. مساء الخير سيدات والسادة الحضور. عندما يلبس الظلم رداء التقوى
تولد أعظم فاجعة. هذه مقولة للدكتور علي الشريعتي. لم يعد مفهوم الخطاب اليوم ذلك الجسد اللساني الذي يدرس ضمن بنى مغلقة صرفية نحوية وصوتية وما إلى ذلك، بل إنه أضحى هذا الكيان الرحب المنفتح على شتى العلوم والمعارف الإنسانية المختلفة، كما أشارت دراسة حديثة في جامعة عين شمس. من دون ثمة شك بأن هناك متاريس اجتماعية متعددة ومعقدة تحول دون الدعوة الجادة والصريحة إلى إجراء المراجعات في الأفكار والممارسات، ومنها عنوان ندوة الليلة تجديد الخطاب الديني. بالرغم من مزايا الانفتاح، فالبعض يرى بأن هناك محاذير كثيرة أبرزها اتساع وتعقد دائرة التأويل وتعدد مداخل مقاربة أو قراءة هذا الخطاب، ويتطلب ذلك جهدا خاصا لدراسة مفهوم الخطاب أيا كان تصنيفه، وبحثا مساوقا لمناهج تحليل الخطاب المختلفة التي تتطور باستمرار، مما يترتب عليه سعي جميع قراءات ومقاربات الخطاب للبحث عن المعنى الكامن فيه. ولا سيما أنه أي الخطاب كثيرا ما يتستر وراء ظاهر القول، فالمخفي منه أكثر من المعلن، والمنجز به أكثر من المراد. قبل أيام، ربما 4-5 أيام، أشار الدكتور صلاح فضل إلى وجود أزمة عميقة تختزن داخل المؤسسة الدينية في الأزهر الشريف، التي يراد منها القيام بمهمة تجديد الخطاب الديني، حيث قال: يجب أن نتوقف عن مطالبة الأزهر بتجديد الخطاب الديني، فمن يأكل عيشه من الدين لا يمكن أن يجدده، وأن ضغوط المتطرفين ممن يمسكون بأمر المشيخة في الأزهر منعت خروج وثيقتي المرأة وتجديد الخطاب الديني إلى النور. لا تزال الوثيقة يعني لم تبصر النور. ولدينا، والكلام لا يزال إلى الدكتور صلاح فضل، كارثة في سطوة المشتغلين بالدين لأكل العيش، الذين يسعون لتثبيت سطوتهم وتركيز غبائهم المعرفي في خطب الجمعة التي يديرها مئات الآلاف من أنصاف المتعلمين، والجهل بالدين والدنيا معا، الجهل بالدين والدنيا معا. فنحن لا ننتظر إطلاقا من الذين يتكسبون من الخطاب الديني والذين عملوا على إغراقه في الجهل والغيبيات والخرافة، كما ذكر الأخ منصور قبل قليل، أنهم هم الذين سيجددونه. ليس بوسع أي شيخ يأكل عيشه ويبني هيبته ويصنع شكله الاجتماعي من تخويف الآخرين ويبيع لهم الجنة والنار أن يجدد في خطابه الديني، فلا بد أن نكف عن انتظار التجديد من رجال الدين. من يجدد الخطاب الديني هم علماء الأمة في التخصصات الإنسانية والعلمية، هم مفكروها وفلاسفتها ومثقفوها وأهل الرأي الذين يريدون تحكيم الفكر العلمي. يبدو أن الدكتور صلاح فضل لم يخفي شعوره بشيء من الأسى والحزن والخذلان على الخطاب الديني. حسيت في أنه وصل لمرحلة اليأس يعني. وإن أظهر تقديرا كبيرا للدكتور الطيب شيخ الأزهر لما قال: مؤسسة الأزهر مهما كان على رأسها عالم جليل ومستنير وصوفي، إلا أن المؤسسة بطبيعتها محافظة وهي مؤسسة دينية، والمؤسسات الدينية إذا أعطيتها قيراطا من السلطة تطلب 24 أخرى، لأن رجال الدين أحب ما عليهم أن يكونوا هم سادة العالم وأن يحول الدنيا كلها إلى كهنوت، فمصدر رزقهم هو ذلك. أيضا هناك نقد من المفكر محمد أركون، تحدث عن الخطاب الديني وذكر أن الخطاب الإسلامي المعاصر غارق كليا في مناخ الانتفاخ
وتلفعه نزعة الأسطرة من طرفه إلى طرفه. يطرح البعض أسئلة معرفية في تجديد الخطاب الديني، وهي أسئلة جديرة بالإمعان. يعني هل قضية التجديد أو تجديد الخطاب الديني إشكالية حقيقية أم مزيفة؟ وما طبيعة الأزمة وما حدودها؟ وهل أزمة الخطاب الديني تبحث أو تبحث منفردة، أم يجب معالجتها في ضوء قضية الإصلاح الشامل؟ يعني لما نتكلم عن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي نتكلم عن الخطاب الديني. بمعنى آخر، هل يمكن معالجة إشكالية الخطاب الديني بمعزل عن القضايا الأخرى كالقضايا الاجتماعية والسياسية والثقافية والاقتصادية والحقوقية وما إلى ذلك؟ هذا بالإضافة إلى قضايا مهمة يجب معالجتها، مثل ما معنى التجديد وما حدوده وضوابطه، وهل التجديد قضية ذاتية أم نتيجة لعوامل ضغط خارجي، وما أهم القضايا والإشكاليات التي يجب تناولها في موضوع التجديد، ولماذا فشلت كل الجهود السابقة التي سعت إلى تجديد الخطاب الديني على مدى السنوات الماضية في خلق خطاب ديني متوازن ومستنير وجامع؟ أم أنه يجب علينا أن نبدأ من نقطة الصفر؟ وغير ذلك من الأسئلة. طبعا قبل التعريف نرجع، مفهوم التجديد، تجديد الخطاب الديني كما تشاهدون، تتألف عبارة تجديد الخطاب الديني من ثلاث مفردات. أولها التجديد وهو أمر مطلوب، بل إن الحياة لا تزدهر وتتقدم إلا به، والتجديد مصدر للفعل جددة، والتضعيف في مادة الفعل يوحي بأن ذلك يتطلب مزيدا من الجهد والفاعلية حتى يتم هذا التجديد، مما يكشف عن أهميته وضرورته. أما الخطاب فهو كل كلام تجاوز الجملة الواحدة منطوقا أو مكتوبا، لكن مثل هذا المصطلح ارتبط اليوم في ظل الحداثة بأن هناك دلالات للكلام غير ملفوظة يدركها المتحدث أو السامع، وذلك يتعلق بفكرة المسكوت عنه في الكلام التي يعتمد عليها محللو النصوص عندما يستنتجون دلالات قد تتجاوز المنطوق أو المكتوب، وهنا يكمن استنتاج سلطوية الخطاب أو هيمنته أو غير ذلك من الدلالات. طبعا فلسفة التجديد تعود إلى أن البوابة الكبرى لعملية الإصلاح، ذكرنا قبل قليل الإصلاح الشامل والتغيير، تكون عن طريق التجديد وإعادة الروح الواثقة والمفاهيم الصحيحة. لأن لما نتكلم عن تجديد الخطاب الديني لابد أن نجري عملية مراجعة شاملة في مفاهيم يجب أن تصحح، مفاهيم الإرهاب مثلا أو العنف، يعني كل طرف يحاول يعني يطوع المصطلح لصالحه، يعني يفسر، ففي مفاهيم لازم تصحح، والمفاهيم الصحيحة قبل تسرب الشوائب والأخلاط إليها. وتجديد الفكر الديني هو أول ما يجب أن يبدأ به المصلحون في عملية التجديد. طبعا ضوابط وآداب الخطاب الديني، أنا استعنت بالوثيقة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في البحرين في عام 2009. الوثيقة تتضمن عدد من الآداب والضوابط، مثل ما تشاهدون العمل على بث روح الانتماء للوطن والدفاع عن ثوابته الإسلامية وهوية العربية، واحترام مبدأ المواطنة، مراعاة الخصوصية المذهبية واحترام التعددية، اتخاذ الوسطية والاعتدال في الطرح، الحث على احترام النفس البشرية وحرمة الدماء والأموال والأعراض، الحث على الوفاء بحقوق الأخوة الإنسانية وحقوق غير المسلمين خاصة، الحث على التفاعل مع الحضارات الأخرى والاستفادة من مجموع التراث الإنساني شرقا وغربا، وهو ما عمله بعض يعني دعاة الإصلاح والتنوير الكواكبي وغيرهم والأفغاني، تجنب الإساءة لأعلام الأمة وشخصياتها الإسلامية، تجنب تعبئة الناس بالفتاوى الداعية للتفسيق والتكفير، الدعوة إلى احترام حقوق الإنسان كما أقرتها الشريعة الإسلامية، وتجنب استغلال الخطاب الديني لخدمة جهات سياسية شخصية أو فئوية أو لعمل دعاية انتخابية، بث روح التفاؤل والأمل في الحياة والسعي إلى زرع معاني الرحمة والشكر، تجنب التسرع في إصدار الأحكام أو إطلاقها دون استثناء، مراعاة مستويات الناس الثقافية والاجتماعية. طبعا هناك إشكالية في المحددات والمعايير، يعني أنا في موضوع الدكتوراه الحين قاعد أبحث
في الدراسات السابقة اللي تناولت تجديد الخطاب الديني، شنو المعايير؟ يعني لما نقول تجديد الخطاب، الخطاب لازم يتضمن شنو؟ التسامح، القبول بالآخر، يعني هذه المفاهيم والمعايير. فوجدت في من خلال الدراسات السابقة والضوابط وآداب الخطاب الديني في الوثيقة الصادرة من الشؤون الإسلامية وبعض الدراسات، وضعتها ضمن المعايير وعرضتها على السادة المحكمين، أساتذة الجامعة، الأوقاف السنية والجعفرية وعدد من المهتمين في هالمجال، وحقيقة أثروا الدراسة بملاحظاتهم حول المفاهيم لازم أو المعايير اللي لازم نتفق عليها في تضمين الخطاب الديني. ننتقل إلى آليات الخطاب الديني. يتجه الخطاب الديني إلى الناس من خلال آليات متعددة وكثيرة، منها أنا طبعا ما ذكرت كل الآليات المتعارف عليها: المنبر في الجوامع والمساجد والحسينيات. طبعا في كل يوم جمعة الخطيب، يعني ما في لجنة يعني من مفكرين ومثقفين يصيغون هذا الخطاب، هو فقط هذا الخطيب اللي ما تدري هو دارس، كمل تعليم الثانوي، يعني هو المفروض الحين يرسم الخطوط العامة للناس والحياة ومنهج الحياة، فهو الآن هو من يتحدث باسم الدين، وهذه المشكلة. يعني أنا عارف شخصيا بعض الناس كان ويانا الأصدقاء في المدرسة، يعني ما كملوا تعليمهم، كانوا مستواهم في التعليم يعني كلش متدني، والآن هم خطباء وهم يحددون مسار الناس ويتكلمون في أمور خارجة عن تخصصاتهم، وهذه مشكلة. يعني ربط الناس بخطبة الجمعة في النص ساعة يتكلم يعني في العموميات وما عنده منهجية واضحة، هذه إشكالية. يعني يتكلم في كل العموميات. فالمنبر في الجوامع والمساجد والحسينيات آلية من آليات الخطاب الديني. ايضا الخطاب الديني في الاذاعتين المرئيه والمسموعه، في الاذاعه في الناس مثلا اللي تروح اشغالها مثلا من الصبح يشغلون الاذاعه مثلا، يحب يسمع مثلا في شهر رمضان محاضره، فتشوفها ايضا هذا يتكلم في الاذاعه، وايضا في التلفزيون، والخطاب الديني في الندوات والمؤتمرات. اربعه الخطاب الديني في المؤسسات التعليميه، ايضا ضمن الاهداف في الدراسه تطوير المقررات، حقيقة تطوير المقررات في ضوء معايير تجديد الخطاب الديني. مهم جدا أن عن طريق التعليم نغرس هذه الثقافة. الخطاب الديني في المقال الصحفي أيضا لا تأثيره. الأسرة ودورها مثلا في الأسرة، ما نتكلم عن التوجيه والنصح وإنما عن السلوك والممارسة في داخل الأسرة. سبعة وأخيرا طبعا وسائل التواصل الاجتماعي، أنا حطيت يعني هذه الوسائل التواصل الاجتماعي، لأن قبل يومين شاهدت أحد الشباب البحرينيين يتكلم في الانستغرام، عنده صفحة ويتكلم عن صالات الجيم المختلطة، يتكلم يعني عمره يمكن 24-25 سنة، يقول يعني هاي ما يجوز وآيات وأحاديث. ف يعني استغربت يعني شلون واحد يتكلم في سنه بهالمنطق. فوجدت التعليقات بين مؤيد ومعارض ان هذا اختلاط وما يجوز في صالات الجيم وكذا. فانا استغربت يعني شلون في شباب في هالسن يفكرون بهالطريقه، يعني يفرض ثقافه معينه، يعني بدل ما تستفيد من المنبر في الانستغرام في تنوير الشباب، تحفيزهم للتعلم والتحصيل العلمي، بدل من هالاختلافات والأمور الشخصية. لأن إذا احنا نتكلم عن معايير دولية في مجال حقوق الإنسان، في حق يسمى الحق في الخصوصية، احنا إذا نتكلم عن الحق في الخصوصية فلازم نحترم خصوصيات الناس. يعني انت مو عاجبك لا تروح الجيم ولا تسوي شوشرة، ويعني حتى يصل الأمر إلى ذكر اسم صاحب المؤسسة أو الجيم مثلا، يعني أتصور أن هذا خلاف المنطق. يعني طبعا أنا بترك المجال بعدين لكم لذكر الآليات الأخرى، يمكن أنا يعني ما ذكرت الآليات الأخرى، بس هذه الآليات اللي موجودة الآن في الخطاب الديني. مضامين تجديد الخطاب الديني في برنامج عمل الحكومة في مملكة البحرين
2015 إلى 2018، وجدت في البرنامج يعني إشارة واضحة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وإشاعة روح التآلف والتسامح، تعزيز دور المناهج التعليمية والمنبر الديني وأجهزة الإعلام في بث روح التآلف والأخوة والتسامح في المجتمع، نقصد موضوعنا، وضع وتنفيذ خطط هادفة إلى الارتقاء بمستوى الخطباء والأئمة ليكونوا مؤهلين للدعوة إلى كل ما من شأنه أن يحافظ على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي. وهنا يأتي دور الوقفين السني والجعفري، يعني من يتصدى لخطبة الجمعة وإمامة المسجد لابد أن يكون عنده لايسن، يكون عنده رخصة. أنت بتتكلم محاضر في جامعة أي مكان، لازم عندك مؤهل أن أنت تتكلم. فهل الآن المتصدين للخطاب الديني يعني على قدر من الكفاءة العلمية في مجال تخصصاتهم؟ يعني هل يتم تأهيلهم أكاديميا؟ هذا موضوع مهم لابد من يعني الأوقاف الجعفرية كان لوجهة نظر رئيس الأوقاف، قال يعني أنا طرحت مع معهد للمبلغين أو الوعاظ يتم تدريبهم تأهيلهم يعني دراسات أكاديمية لمدة 4-5 سنوات، حصل على شهادة بكالوريوس في الشريعة، وهذه الدراسة تكون شاملة يعني علوم شرعية علوم إنسانية اجتماعية وغيرها، يعني علشان يكون مؤهل أنه يتكلم في الدين. فهذه النقطة مهمة جدا، أن تطوير مستوى الخطباء، ما نخلي أي واحد يرتقي المنبر ويتكلم ويفتي. دعم وتعزيز دور وأنشطة مراكز الشباب ومؤسسات المجتمع المدني الهادفة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية. تطوير المنظومة التربوية لتسهم في بناء وترسيخ قيم المواطنة لدى الطلبة. تفعيل دور لجنة مناهضة الكراهية والطائفية وتبني السياسات والمناهج والبرامج الفعالة التي تتصدى لخطابات الكراهية. الحين تحول إلى صنعة، يعني احنا بعيدا عن الخطاب، الحين خطاب الكراهية هو الآن صناعة الكراهية اللي قاعد يصير، يعني هني الخطورة يعني. وتعزز عوامل الوحدة في المجتمع البحريني. أخيرا العمل على مراجعة التشريعات والقوانين بما يعزز قيم المواطنة. طبعا هذه المضامين من برنامج عمل الحكومة 2015-2018 صفحة 7 و8. تجديد الفقه لا تقديس آراء الفقهاء. قبل أيام كنت مع المفكر الدكتور علي فخرو، وحقيقة يعني أفادني كثيرا في موضوع باعتباره هو وزير التربية سابق، فتكلمت معه عن المناهج وتجديد الخطاب الديني، فقال المشكلة في تقديس آراء الفقهاء. يقول ما في شيء اسمه رأي فقيه مقدس، يعني كل فقيه حسب عصره كان عنده رأي فقهي في موضوع معين. ما يصير احنا اليوم في القرن 21 نقدس رأي الفقيه اللي كان في القرن 7 الهجري وهذا حقيقة يعني نقطة مهمة جدا. في حديثه عن تجديد الخطاب الديني يرى المفكر الدكتور علي فخرو بأن التركيز يجب أن يكون على المقاصد الكبرى في الدين، في القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة، لأن في سنة نبوية فيها يعني الغث والسمين، في أحاديث صحيحة في أحاديث موضوعة وما شابه ذلك. فهو كان يتكلم عن القرآن الكريم والسنة النبوية المؤكدة التي لا تتعارض بأي صورة مع القرآن الكريم. أما الفقه وأقوال شتى البشر فهي تاريخية ارتبطت بحاجات وفهم مراحل تاريخية مختلفة عن حاجات وفهم المرحلة التاريخية التي نعيشها. وهذا فعلا يعني القرآن واضح، تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذا الكسب ثقافي اجتماعي سياسي، نفهم هذا الكلام يعني، فكل أمة لها تجربتها الخاصة. فإحنا ما يصير نقدس رأي الفقيه اليوم، إحنا في هذا القرن نقول والله العالم الفلاني قال في القرن الفلاني رأى بهذا الرأي إحنا نقدس، هذه خطورة. كما يرى الدكتور فخرو أن التحليل ونقد وإعادة تركيب وتجاوز التراث الفقهي يعد مدخلا أساسيا لتجديد الخطاب الديني، ذلك أن مشكلتنا الكبرى هي مع الفقه الذي أعطي مكانة مقدسة بينما هو اجتهاد بشري قابل للأخذ والتعديل والرفض. وعن علاقة المؤسسات التعليمية بتجديد الخطاب الديني يقول الدكتور فخرو يجب أن ينصب الجهد الأكبر في المدرسة على فهم القرآن فهما عقليا وروحيا وليس لحفظه بصورة
ببغائية كما هو حاصل. أيضاً وللدكتور علي فخرو محاضرة قيمة بعنوان تجديد الثقافة ألقاها في نادي باربار الثقافي والرياضي. ذكر الدكتور شبر الوداعي قبل فترة كنت أكلمه فقال لنا في محاضرة قيمة، وياريت يعني نحصل نسخة من هاي، أنا وجدت في صحيفة الوسط يعني تغطية للمحاضرة، كان يتكلم عن تجديد الثقافة وهذا الموضوع له علاقة بتجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني مقاربة حقوقية، طبعا خطة عمل الرباط في 2012 هذه الوثيقة بشأن حظر الدعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. نحن نعرف في العهدين الدوليين هناك حقوق مشتركة بين العهدين من ضمنها المساواة وعدم التمييز، فلذلك خطورة خطاب الكراهية بأن هذا الخطاب يتعارض مع المبدأ المساواة والتمييز، لأن هناك كراهية لفئات من المجتمع. أنا ما بتكلم في خطة عمل الرباط كنت حاط، بس ولكن لضيق الوقت أكتفي بالتوصيات. ختاما نوصي يعني إذا بعد عندكم بعد توصيات أخرى، ضرورة إدخال تعديلات جذرية على منهج كليات الدعوة والحوزات العلمية، بحيث يدرس الطالب إلى جانب قضايا الدعوة والعلوم الشرعية العلوم الإنسانية والاجتماعية التي توسع أفقه وتحيطه علما ومعرفة بطبيعة المجتمع المعاصر وقضايا. 2 إعداد دورات تدريبية مستمرة للتوعية والتطوير للدعاة والوعاظ وتبصيرهم بقضايا المجتمع ومشكلاته. 3 التركيز على الجوانب المضيئة للدين كعامل استقرار بين الشعوب وليس عامل احتراب وصراع، وبيان أن جوهر الدين هو العدل والرحمة والحرية واحترام إنسانية الإنسان، وأن الإسلام بطبعه دين تفاؤل ورحمة. 4 الدعوة الصريحة إلى مراجعة شاملة للخطاب الديني بجميع أنواعه. يعني أنا صنفت في الخطاب الديني في الدراسة الخطاب الديني التربوي، الخطاب الديني الإعلامي، الخطاب الديني السياسي، لأن رجل الدين يتكلم في السياسة، الحقوقي يتكلم في الدين، أنا أتابع يعني صفحاتهم يعني وما يكتب. فبالتالي لابد من مراجعة شاملة للخطاب الديني بجميع أنواعه وتنقيته من الشوائب والأحاديث غير الصحيحة المخالفة لنصوص القرآن الكريم. إصدار وثيقة وطنية جامعة تعزز مبدأ التعايش السلمي والقبول بالآخر، وتساهم في علاج مظاهر التطرف والتعصب والعنف، وتناهض ولا تحد فقط. أنا أشوف في بعض الأدبيات الحد من الكراهية، الحد من العنف، ما نقول الحد، نقول القضاء. ليش نقول حد؟ يعني هاي مشكلة كبيرة يعني، فإحنا نقول مناهضة أو وقف هذا الخطاب، خطاب الكراهية في أوساط المجتمع. بناء رأي عام مستنير ومساند لتبني الوثيقة مجتمعيا ومن خلال السلطة التشريعية، مساندة الجهود الحكومية في نبذ العنف والتطرف وإلغاء الآخر، تحقيق مبدأ الشراكة الفعلية بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية في تعزيز ثقافة الحوار والتسامح الديني والسياسي، أخيراً تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكاتف الجهود لنشر ثقافة السلام العالمي والمواطنة الصالحة والتصدي لخطاب الكراهية والعنف. وشكراً.